اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشره من مصر الجميله، القناه الثانيه على الهواء مباشره. الحقيقه احنا في فقره فوتوغرافيا هنتكلم فيها على حاجات جميله جدا النهارده. هنتكلم في الحياه البريه المصريه، زي ما في حياه بريه في افريقيا عندنا هنا في مصر حته من الجنه. هنتكلم شويه في حته متخصصه شويه عن هجره الطيور او الطيور المتواجده هنا في مصر. ضيف الكريم متواجد معايا النهارده، عنده بروجكت كبير كان شغال عليه بقاله فتره على الطيور المصريه او الطيور المتواجده في مصر اللي بتهاجر، ممكن تكون رايحه اوروبا في الموسم دوت او راجعه في اخر الشتاء مثلا من اوروبا عشان ترجع تاني تقعد في الدفا في قاره افريقيا. هي بتعدي من علينا هنا في مصر، احنا البوابه بتاعت افريقيا فبتعدي من علينا، فاحنا ازاي نعمل البيرد ووتش ان احنا نتفرج على الطيور دي ونصورها ونستفيد بيها. ده في سياحه كامله قايمه على سياحه مراقبه الطيور. هنتكلم كتير مع ضيفي الكريم المصور والفوتوغرافي استاذ احمد الشيخ. الاول بس نقول له مساء الخير، منورني. مساء النور، اهلا بيك. ايه؟ اهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله. كله تمام. انا مبسوط جدا مع حضرتك النهارده في البرنامج، وان شاء الله نقدر نقدم حاجه مفيده. انا اللي مبسوط، ربنا يخليك يا استاذ احمد. هيكون معانا كمان، هنسمع الجانب الروحاني شويه، هنروح للانشاد الديني. معانا المنشد محمد حسن السعيدي، اهلا وسهلا بيك منورنا. وكمان المنشد ابراهيم حسن السهاجي، اهلا وسهلا بيك. طب خلونا نبتدي على طول بقى، نخش في الموضوع عشان خاطر الوقت ما يجريش. استاذ احمد، يعني خلينا نخش على طول. مراقبه الطيور دلوقتي بقت مهمه جدا، بقت سياحه كامله قايمه على هذا الموضوع. احنا عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج، عندنا مناظر طبيعيه وعندنا كل ما تشتهي الانفس وكل ما تشبع نفوسنا لما نتفرج على جمال الطبيعه. نبتدي منين الحكايه؟ خلينا نتكلم الاول على البيئه. هي مصر فيها تنوع كبير جدا في البيئات. احنا عندنا البيئه الصحراويه موجوده، فانت هتلاقي في صحاري موجوده، وموجوده بقى الكائنات اللي بتبقى موجوده من الصحاري، من زواحف ومن طيور ومن كل الاشكال اللي موجوده هناك وثدييات. عندنا البيئات البحر، البيئه بتاعه البحر، الجزء اللي فوق وجزء البحر الاحمر والبحر المتوسط، الحاجات دي برده بيئات خصبه جدا وبيبقى موجود فيها انواع خاصه بيها. وعندنا الجزء الثاني اللي هي البيئه الزراعيه، يعني احنا لمين اغلب انواع البيئات ما عدا طبعا الحاجات البرد قوي او الحاجات الحر قوي، احنا لمين اغلب انواع الحاجات اللي بتخلي مصر ممكن تكون مكان كويس جدا للطيور المهاجره ان هي تريح فيها، تقعد تاخد الاستراحه بتاعتها وتاخد واجبها كده وبعدين ترجع على على بلدها. احنا كرم هنديهم، احنا اهل كرم فعلا. عندنا حاجات كتير قوي تفيدهم يعني. تمام. طيب موسم هجره الطيور بيبقى فيه موسمين اعتقد، واحد موسمين خريف الصيف. بالظبط، في موسم الخريف وموسم الربيع. هو الهجره بتحصل عشان خاطر الجو مش خاطر المناخ. احنا الطيور بتبقى موجوده في اوروبا، بيجي الشتاء فبيبقى الدنيا هناك بتبقى ثلج، فبتتحرك، بتبتدي الطيور تتحرك تيجي تهاجر لافريقيا، لوسط وجنوب افريقيا. بتيجي افريقيا عشان خاطر تستفاد بقى من المناخ، في بعض الحاجات بتتكاثر هنا، في بعض الحاجات ما بتتكاثرش، في طريق هجرتها بتقف عندنا، في طريق الهجره بتاعتها بتقف عندنا في مصر. تمام. في حاجات بتريح بتقعد شويه، في حاجات بتفضل مقيمه طول فتره الهجره، في حاجات بتروح وهي راجعه بتقعد تريح، يعني في كل الاوقات دي احنا بنبقى بوابه ليها. تمام. الهجره ليه مفيده؟ برضو دي نقطه عايز اتكلم فيها. احنا ليه اصلا بنراقب حركه الطيور وليه العالم كله مهتم بالطيور؟ صحيح. الطيور الكائنات الحيه عامه ربنا مديها زي جهاز بيولوجي كده بيديها اليرت للكوارث او بيديها حاجه للكوارث. فسنه زي السنه دي مثلا هجره الطيور اتاخرت جدا. ليه بقى؟ عشان التغيرات المناخيه، ظاهره الاحتباس الحراري، الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها دي وبنحس ان هي يعني احنا كلنا شايفين الجو في مصر عامل ازاي دلوقتي. اليومين اللي فاتوا دول ما شاء الله مثلا يعني الحمد لله انه فك النهارده يعني. مثلا بالظبط، ده كله ناتج من الاضرار بالبيئه. احنا لما بنلوث البيئه، البلاستيك بقى والمخلفات والحاجات اللي بتترمي في المحيطات والبحار وكل الحاجات دي، ده من فعلنا. لما ده بيحصل الحراره بتعلى، فالناس او العلماء والناس المختصين بالابحاث بيقدروا يعرفوا هل احنا بقينا في خطر فعلا بيحصل ولا لا من خلال حركه الطيور. الناس بتركب اجهزه تراكنج، جي بي اس تراكنج على الطيور، ويبتدوا يراقبوا حركتها طول فتره الهجره. ده في ناس كمان بتبقى موجوده بره في اوروبا بيبقوا مستنيين، يعني في طيور معينه بتبقى زي التمايم كده، بيبقوا مستنيينها وحاطينها مستنيين تروح وترجع عشان يعني الطير يروح وبعدين يرجع، فدي بيبقى فيها الخير بالنسبه لهم. وعارفين كمان ده مين وبابا مين وجده مين بس مش كله يعني. ده في بعض الحالات النادره يعني كان في حاله مشهوره جدا لطير ستورك، وايت ستورك، لقلق ابيض، كان جناحه اتكسر وبعدين فخدوا حد رباه، وبعدين ابتدى في الهجره جالها ميل، جالها ذكر، فابتدوا تزوجوا وجابوا اطفال، فبقى اللي بيهاجر الميل والفيميل بتستنى، هي ما بتهاجرش، هي جناحها مكسور فما بتهاجرش، فبقت تميمه بقى، بقت الناس كلها بتقول بقى ده مثال على الحب ومثال على الحاجات دي وبيستنوها. بقى في مواقع مخصوص بتراقب الطير ده لما بيروح ولما بيرجع. تمام. طب احمد، يعني انت عندك بروجكت انت عامله مخصوص على هجره الطيور،
قبل ما نتكلم عليه انا عايزك تكلمني اكتر على اهم الاماكن اللي بتتواجد عليها الطيور. يعني مثلا احنا كنا بنطلع الصبح بتلاقي اسراب معديه هنا على النيل جنبنا هنا، بنبقى قاعدين بنبص كده تلاقي مثلا عاملين حرف 7 أو 8 بالعكس كده، الليدر قدام وماشي وراه بقيه السرب ماشي كده زي ما احنا ممكن شايفين. وفي زي ما يعني ما شاء الله عندنا هنا حاجات حلوه وانواع، بسم الله ما شاء الله، شيء الوان وانواع واللي مش عارف ايه المصري الاصيل والحاجات اللي بتعدي عندنا. على ذكر البروجكت، هو ده جزء من الحاجات اللي كانت موجوده في البروجكت. هو البروجكت عباره عن فيلم دوكيومنتري، يعني فيلم وثائقي، او هي بقت سلسله دلوقتي ما بقاش فيلم. المفروض ان هو يوثق للطيور الموجوده في مصر. اللي الناس ما تعرفوش ان مصر فيها اكتر من حوالي 450 480 نوع طيور. ده بناء على تقرير الجمعيه المصريه للطيور النادره. دول اللي هم مقيمين ولا لا؟ ده المقيم والمهاجر. المقيم والمهاجر، المقيم المقيم والمهاجر الاثنين مع بعض. فاحنا عندنا البيئه خصبه جدا، عندنا من 450 480 نوع طيور، عندنا حوالي 120 نوع زواحف، في منهم 40 تعبان، منهم حوالي 9 سمين. احنا نعرف منهم المشهور قوي اللي هو الطريشه والكوبرا، والكوبرا المصريه. دول نعرفهم. وعندنا بقى غير الحاجات الثانيه، الثدييات عندنا حوالي 110 نوع ثدييات، منهم حوالي 95 في البر، وفي حوالي 16 ل 20 واحد في الميه. الدولفينز والحاجات اللي زي دي. فاحنا عندنا بيئه غنيه جدا، عندنا حاجات كتير متنوعه. من اسهل الحاجات اللي انا هدفي ان انا احاول اوري الناس جمال خلق ربنا، وفي نفس الوقت نوريهم ان احنا عندنا بيئه غنيه، وحافظوا يا جماعه على البيئه دي. حتى حضرتك لو خدت بالك في التريلر احنا كاتبين ان انفايرمنت وورث سيفنج. احنا مش بس غالبا هتنزل. هتنزل هي كده. كانت في الاولاني بيئه تستحق الحفاظ عليها. أكيد. هي الفكره في كده بقى، انت لما توري الناس عظمه خلق ربنا وجمال الحاجات اللي حواليها، وان هم ازاي فعلا يعني شبهنا، بيعملوا حاجات شبهنا، بيتصرفوا وليهم عادات وليهم حاجات طبعا بيعملوها، مع الوقت الناس بتبتدي تحافظ على الحاجات دي وتاخد بالها منها. اسهل حاجه الناس تشوفها حواليها هي الطيور. يعني انا لو ماشي دلوقتي انا وحضرتك، احنا من شويه كان في معدي من فوقنا طير ابيض، ده بارن اول، اللي هي البومه البيضاء اللي موجوده في مصر. دي مش طائر مشهور جدا وموجود في المدن، مصري اصيل، دي مقيمه. موجوده في المدن، فالناس بتشوفها وما تعرفش دي بومه. عندنا مثلا في حاجه برضو مشهوره، ام قوي. ام قوي دي الناس هتعرفها، ده الفلاحين بس يعني احنا نعرفها عشان كان عندنا. ام قوي دي اللي هي الليتل اول. الليتل اول دي بومه جميله، يعني هي ليها وظيفه. البومه بتاكل تقريبا 1000 قارد في الفران بالظبط. فانت لو تخيل بقى، لو انت شلت مثلا قتلت 10 بومات مثلا، في 10000 قارد فران واخلافهم طلعوا لك، هيتكاثروا اكتر. فهو في توازن، هو ربنا سبحانه وتعالى خالق كل حاجه موزونه، دايره كده مقفوله على بعضها. لما احنا بندخل فيها الدايره دي بتبوظ. اكيد. فا يعني خليها هي، ما بنقربلهاش، خليها زي ما هي. كفايه المبيدات والحاجات دي اصلا بتقضي عليهم يعني. بالزبط. فخلينا ان احنا نحافظ عليهم. الجميل كمان في الموضوع ان احنا عندنا انواع من الطيور والحيوانات معرضه للانقراض، زي مثلا الثعلب اللي اسمه الفانك مثلا، اللي هو اللي بيبقى ابيض ودانه طويله كده، احنا بنحافظ عليه في المحميات بتاعتنا، وبنحاول ان احنا نحافظ عليه مثلا. او هو انا يعني انا مش متذكر قوي الفانك بقى معرض للانقراض ولا لا، بس هو الفانك موجود عندنا في وادي الحيتان، وموجود عندنا في اغلب الحتت الصحراويه في مصر. هو فعلا مشكله الفنك الصيد الجائر، الناس بتصطاده عشان شكله جميل جدا، وعشان ديله لا، وعشان شكله جميل اكتر. الناس بقت بتجيبه دلوقتي، بقت طالعه موضه ان هو يتربى يعني. بتصطاده وحتى بتبتدي تخليه يتكاثر في الاسر. ويبيعوا بقى اولاده والحاجات دي. فده حاجه برده مضره ليه. عندنا احنا من ضمن الحاجات برده الموجوده في مصر الايجيبشن فالتشر، هي من اسمها حتى الرخمه المصريه. ده طائر من الطيور المهدده بالانقراض حاليا، وموجود عندنا في مصر في علبه في الجنوب، وموجود عندنا برضو في اكتر من مكان. واحد زي حالتي بيحب التصوير، هاوي على قده وبيموت في الحيوانات وخصوصا الطيور. انا بربي حمام وبصور الحمام يعني، وطبعا بستمتع جدا وانا بصور الحمام. انت بتاكله برضو ولا فندم؟ بتستمتع وانت بتاكله برضو ولا يعني؟ بس اكتر بحب اربيه اكتر يعني. فما بالك بقى انك تشوف طيور غريبه باشكال غريبه بالوان غريبه، ما شاء الله يا سبحان الله، يعني ربنا يعني عامل لنا انواع كتير يعني. عايزك تقول لي ايه اهم الاماكن اللي تنصحنا ان احنا نحب نروح نصور فيها في مصر، عشان الناس تبقى عارفه برضو مواطن الجمال عندنا فين. طيب خلينا نبتدي بالدائره الصغيره. يعني احنا الطيور متقسمه حاجات كتير، في الحاجات اللي هي بتبقى في الحتت البعيده والحتت النائيه، اللي هي الحاجات النادره ونادر ان احنا نشوفها، دي مش نقطتنا خالص دلوقتي. خلينا نتكلم بالاكثر شيوعا وبعدين ندخل في اللي بعده. تمام. اكتر حاجه ممكن تشوفها حواليك، انت لو بصيت على الشجر يعني الصبح كده ماشي في اي حته، مفيش مكان في مصر مفيهوش شجر. لو بصيت على الشجر هتلاقي من 5 لـ10 انواع طيور. لو احنا بنتكلم في الربيع ممكن تلاقي من 5 لـ10 انواع طيور، لو احنا بنتكلم بقى في حاجه في الخريف او في الشتاء ممكن تلاقي انواع اكتر كمان.
عندنا الانواع المشهوره بقى، تلاقي العصفور الدوري عادي. أيوة. اللي هو العصفور الناس كلها عارفاه، الرمادي اللي بنشوفه بيطير عندنا اللي هو بالظبط اللي هو البيج، وفي شويه رمادي كده اللي هو البلدي بالظبط. وفي البلبل الشائع ده صوته جميل، بيقعد الصبح يغرد. صحيح. لو انت في مكان عندك حواليك جنينه كبيره هتلاقي الشحرور. أيوة. الشحرور اللي هو البلاك بيرد ده بيبقى طائر اسود خالص ومنقاره اصفر كده. هتلاقي العندليب، النايت انجل. النايت انجل ده اللي هو بيبقى برضو طائر بني كده، وشكله مش جميل زي صوته، بس هو شكله جميل يعني كطائر. وفي الحسون كمان. وفي الحسون، بس الحسون صعب ان احنا نشوفه هنا في حوالينا. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو رحت على المسطحات المائيه، المسطحات المائيه دي ممكن نقول عليها مثلا النيل، يعني الكورنيش المعادي مثلا. احنا هو بما اننا في وسط البلد، هنا ما شاء الله الصبح مش عايز، بما اننا في وسط البلد فممكن الكورنيش تلاقي فيه كده. اي شويه شجر مع ميه فيها سمك هتلاقي فيها حاجه اسمها صياد السمك. هاي. اللي هو الكينج فيشر. الكينج فيشر موجود عندنا في مصر بالثلاث انواع الشائعه، عندنا الوايت بريستد كينج فيشر او الوايت ثروتي كينج فيشر، صياد السمك ابيض الصدر، ده بيبقى تركواز كده وبني وشكله. هاي. جميل. عندنا الكومون كينج فيشر، صياد السمك الشائع، ده بيبقى بقى حاجه يعني باليتة الوان كده، اورنج مع تركواز مع اخضر ومنقر مصفر شويه. وعندنا البايت كينج فيشر اللي هو صياد السمك الشائع او الابقع، انا اسف، صياد السمك الابقع او الرفرف الابقع، ده اكتر واحد ممكن تاخد بالك منه، لان هو عامل زي الهليكوبتر، تلاقيه بيطلع كده يقف في السماء ويقعد يرفرف 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 في مكانه، وبعدين فجاه يقوم نازل جايب سمكه وطالع. فدي لو احنا بس ركزنا حوالينا احنا هنلاقي حاجات كتير. الناس بتروح القناطر مثلا تتفسح، لو احنا رحنا القناطر واحنا ماشيين في المركب بصينا حوالينا على البوشس او اللي هي الحشائش. أيوة. اللي تبقى موجوده على الشط، في بوس كمان، حشائش وبوس بالظبط. الحشائش والبوس ده هتلاقي فيها حاجات. عندنا اهالينا في الاقاليم بيسموا بانواع بقى، يعني تلاقيه يقول لك ايه الفرخ السلطاني. أيوة. اللي هي الدجاجه السلطانيه الافريكان سوامب هن، ده طائر كده جميل اللي عامل زي الفرخه بس تركواز، وفي الوان كده متداخله في بعض، منقاره احمر اسود العمزل بالظبط، ده بيقول عليه فرخ الغيط. فرخ الغيط اللي هو الكومون مورهن. أيوة. يبقى اسود خالص ومنقاره احمر كده. ما شاء الله انت مذاكر. لا اصل احنا عندنا في الفلاحين الكلام ده موجود يعني بالظبط، بموت في الطيور. هتلاقي دول شائعين جدا عندنا كمان في مصر. السان بيرد اللي هو عندنا النايل فالي سان بيرد. النايل فالي سان بيرد ده بيبقى ده فينش ده ولا ده؟ لا ده مش فينش، ده ريد افادافات. ده طائر من الطيور الانفيدرز، بنقول عليها الطيور الغازيه. في رمادي منه كمان صح؟ الفيميل بتاعته بتبقى بني شويه كده، شويه بجري على بني. ده معلش لو ممكن نرجع للصوره اللي فاتت. الصوره اللي فاتت دي مهمه عشان حاجه، لان الطائر ده طائر غازي، فانت لو لاحظت في الصوره هتلاقي فوقه قشايه. الصوره دي اتصورت يعني كانت اثبات ان هو فعلا ابتدى يعشش خلاص في مصر. هو فعلا ابتدى يعشش، هو بيعشش خلاص عندنا في مصر. لا انا حاولت افرخه زمان ما عرفتش افرخه خالص، ده صعب. هو بيفرخ خلاص في الوالد دلوقتي، الزبرة شغاله هي والاسترالي اكتر من مع عمر ما هو بقى. سيبه في الوالد هو يطلع زي الفل. جميل ما شاء الله. هو ده كان بيبني عش في الصوره دي، وده كان بيلم حاجات ويروح. احنا ما قدرناش نصوره في العش لان برضه البيئه لها احترامها. يعني انا لو رحت انا ممكن اروح واطلع بصوره حلوه، بس هو الحاجات دي بتخاف، فممكن يسيب العش خالص، يسيب البيض ويمشي، يسيبهم بقى ما يفقسوش. طب احنا كده ضرناه. دي برضه من الاخلاقيات بتاعه التصوير. انا مش بس الهدف ان اطلع بصوره حلوه، احنا عايزين نتكلم على اخلاقيات التصوير دي. لازم نتكلم ده عليه. ده الكومون كينج فيشر. ده اللي كنت بقول عليه، ده صياد السمك الشائع. اللي قبله ده لو ينفع نرجع له، ده الاصفر اللي قبليه. الاصفر ده ابو فصاد الاصفر. هيجي دلوقتي لو ايوه هو ده ابو فصاد الاصفر، وده متصوره في القناطر. دي ده مهاجر بيجي عندنا هنا، وهو كان يعني كان بياكل ساعتها، فربنا رزقني بقى بالصوره دي ساعتها. لا بس حلو ما شاء الله. تسلم. في عندنا هنا. طب وده ايه ده؟ ده برضو من بتوع الاكل السمك. ده كينج فيشر ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، اللي بيقف يعمل هوفر كده في السماء وينزل مره واحده يطلع بالحاجه. سبحان الله، بص منقاره عامل ازاي، مدبب ازاي، عشان ينزل يفتح الميه وينزل على السمك. هو جسمه كله مصمم لكده، هو كله على بعضه قد كده يعني، مفيش صغنون قوي يعني، مفيش حاجه. دي الكريستد لارك، دي موجوده في الفلاحين برضه، دي موجوده في كل حته. فيها ده طائر صحراوي. أي. يعني ده بياخد الحاجات من التراب والحاجات اللي زي دي، وده طائر جميل، الطيور جميل، تحس ان هو كتكوت كده في نفسه يعني، بس طالع له زعروره. تمام. وده التركواز اللي انت كنت بتتكلم عليه. لا ده مش في مصر بقى، دي في كينيا. ده اللي لاك بريستد لول ايرولر، دي كانت في رحلتي لكينيا سنه 2016. كنا بنتكلم على الطيور بشكل عام. دلوقتي احنا عندنا هنا الطيور اللي هو الدره الهندي اللي لونها اخضر وفيها بتاع اسمه موجود عندنا في الجنينه. الدره الهندي والدره السكندري عندنا الاثنين موجودين. دي من الحاجات اللي بصوا انا بسمع عليها اشاعات كتير يعني. في ناس بتقول ان محمد علي باشا اطلقها في سماء القاهره عشان يعمل جمال القاهره، وفي ناس ثانيه بتقول ان هي هربت من الاقفاص في جنينه الحيوانات. انا بصراحه مع الاحتمال الثاني يعني.
يعني احنا شفنا الفراوله اللي هو ريد افادافات من شويه وابتدى يعشش وبيعمل. فالدره من الطيور الذكيه، فهي عادي ممكن لو هرب فرخ من او هرب هو كبير شويه بيعرف يتأقلم من العش بيعرف هيقدر يتأقلم. هو اكبر دقين وبيقدر يتأقلم. انت لو مشيت دلوقتي في الزمالك او مشيت في الجيزه هتلاقيهم على الشجر على طول. جنينه الاورمان عايشين هنا في النا بالظبط. جنينه الاورمان فيها كتير جدا. جنينه الحيوانات بقى يعني ده المعقل بتاعهم، الاساس بتاعهم كله. تمام. الناس كمان ممكن تشوف على الشجر برده من الحاجات اللي ما قلتهاش، ممكن تشوف صقور. احنا عندنا على الشجر صقر الجراد اللي هو الكومن كيسترل، العوصق او صقر الجراد. ده مش على الشجر بس، ده بيهاجم الحمام عندنا. لا بس ده يخطف هو الحاجات الصغيره. أيوة بس يعني هو ما بيهاجمش حاجات الكبيره الا لو يعني ايه خليه ياكل بقى. والعصافير يعني القفص العصافير واحد حاطه في البلكونه يلاقي الصقر الصغنون ده جاي بيحاول بس هو القفص ضيق مش هيقدر يعمل فيه حاجه، هو بيبقى بيصطاد ومش مدرك بقى ده في ايه. طب. او بيعمل ايه. طب احنا بس جاهزين بالفيديو هناخد جزء منه عشان مش هلحق اخده كله عشان لازم نلحق. طب اتفضل يا احمد اتفرجنا على الفيديو. خلال السلسلة دي هنسافر أماكن كتير بحثاً عن كائنات مش كلنا عارفين إن هي موجودة بالشكل ده في مصر، الطيور. هنتعرف على البيئة والمحميات الطبيعية من خلال سلسلة طيور مصر. طبعا تحفة، بس للأسف احنا وقتنا جري بسرعة مش هلحق حتى اتكلم معاك تاني. بس احنا هنحط الفيديو ده على البيج بتاعتنا، على جروب بتاع مصر الجميلة على الفيسبوك، عشان حابب يتفرج عليها برضو يتفرج بالمزاج بقى براحته كده. احمد انا يعني للاسف وقت جري، بس انا بشكرك جدا واستمتعت جدا بوجودك معايا، وان شاء الله لازم تجي لنا تاني وثالث ورابع ونتكلم حاجات كتير. يعني افرجك الصور بتاعت الحمد لله مصوره برضو، يمكن تقول لي حاجه حلوه ولا حاجه ترفع معنوياتي شويه. حاجه جميله. انا بس عايز اقول حاجه سريعه في 10 ثواني كده. فين دي كاميرتي؟ دي كاميرتي. هو احنا جزء من البيئه، فلو احنا ما سعيناش ان احنا نساعد البيئه دي ان هي تريكفر او ان هي تفوق من اللي احنا عاملينه فيها قبل كده، كل ده هيجي على دماغنا. اللي بيجي على دماغنا من فتره الاناديل اللي انتشرت بسبب صيد الترسه وصيد السلاحف البحريه، جاي على دماغنا دلوقتي ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشوفها كل سنه عن السنه اللي قبلها بسبب التلوث، جاي على دماغنا البحر والمحيطات اللي بقى فيها دلوقتي كميه بلاستيك قد كده مش عارفين نوديه فين. كل ده بيجي لنا في اكل، بيجي لنا في هواء، بيجي لنا في اي حاجه ثانيه. الحفاظ على البيئه يا جماعه مش رفاهيه، احنا مش بنتكلم رفاهيات، احنا بنتكلم في اساسيات. احسنت، الرساله واصله. بشكرك شكرا جزيلا على الكلمتين دول ونورتني يا احمد، ربنا يخليك. شكرا جزيلا.